Hadi bin Sigah bin Abdullah bin Ja'far bin Syamsi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله مستقيم كرم القائل في كلامه الموصوف بالقدم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله رحمة للعالمين المبلغ عن إله الأولين والآخرين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا شيء قليل من كثير وقطرة من بحر غزير من مناقب وشمائل وسيار وخصال سيدنا الإمام وعلم الأعلام وبدر التمام ومصباح الظلام وخليفة أسلافه الكرام الحافظ لكلام الله بإحسان وإتقان الجد جعفر بن شيخان السقاف نفعنا الله به في الدارين آمين هو سيد الجد Ja'far bin Syekhan bin Ali bin Hashim bin Syekh bin Muhammad bin Hashim bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Ali bin Muhammad Al-Fagish bin Abdullah bin Hasan bin Abdullah ibn Al-Muqaddim Thani Sayyid Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf wa yantahi nasabuhu syarif ila Imam Al-Masyariq wal-Maghrib الإمام علي بن أبي طالب وسيدتنا البطول فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخن ولد رضي الله عنه في شهر ذي الحجة سنة 1298 ببلد الغرفة بجهة حضرموت وتربى في حجر والده الحبيب شيخان بن علي بن هاشم السقاف ووالدته الصالحة رقية بنت محمد منقوش فلما بلغ رضي الله عنه سن التمييز شرع في تعلم القرآن العظيم وعين العناية ترعاه حتى ختم القرآن بإحكام وفاز على أقرانه بما منح الله من الذكاء والأفهام ثم توجه إلى طلب العلم وقرأ وأخذ عن كثير من علماء عصره بحضرموت والحرمين الشريفين يطول عدهم من أجلهم والده الحبيب شيخان والحبيب العارف بالله والدال عليه سيدنا إدروس بن عمر الحبشي والحبيب نور الدين وبركة المسلمين سيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب العلامة العلم النبراس سيدنا أحمد بن حسن العطاس وغيرهم من العلماء من بلدان حضرموت وفي سنة 1319 توجه رضي الله عنه من حضرموت إلى إندونيسيا ولم يستقر في محل بها بل تنقل في بلدانها ثم سافر منها إلى الحرمين لأداء النسكين وزيارة سيد الكونين ومكث بمكة 8 سنين
wa hafizal Qur'an biha wa akhadha min jumlati ulama'iha minhum al-habibul allama Husain bin Muhammad al-Habashi wal habibul barakah Muhammad bin Salim Asri wa huma alladhani ashara alayhi bihifdzil Qur'an lamma tafarrasa fihi minan najabah thumma rafaqa radhiyallahu anhu al-habib Husain al-Habashi ila al-Madinatil Munawwarah li ziyaratil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam thumma raja'a ila watani al-Ghurfah wa aqama biha 8 sinin wa tawalla khitabat al-jum'ah bi jami'iha wa imamat as-salawat fi thumma intaqala ila Tarim al-Mahrusah wa aqama biha sanatain wa tawalla at-tadris bi madrasatiha al-Ma'murah fa fi sanata 1338 ada radhiyallahu anhu ila Indonesia wa aqama bi madinati Surabaya wa kana katsirat tanakkuli fi buldan Indonesia khususan bandawasa fi hayati syekhihi al-wali al-mishhar al-habib Muhammad bin Ahmad al-Mahdar thumma tawattana radhiyallahu anhu bi Fasuruan wa aqama fi baitihi al-huzuba wal-awrat wa nasaha wa arshada ila ar-rashad فنفع العباد والبلاد فأحب أهلها واعتقدوا وصار ملجأ لهم يلجئون إليه في أمورهم ومهماتهم ومستشارهم فيما يعزمون عليه ويصلح بينهم وكان رضي الله عنه له القدم الراسخ في العبادة مديما للأعمال بالإحسان مراقبا لمولاه جل وعلا في السر والإعلان ومن أفضل عبادته وأكثرها تلاوة القرآن كما في الحديث أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن وكان ورده كل يوم ختمة من القرآن وأما قيام بالليل فهو ممن قال الله في حقهم كانوا قليلا من الليل ما يهجؤون وبال اسحار هم يستغفرون واذا طلع الفجر صلى سنه الفجر واتى بالتسبيح والاستغفار الماثور سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله من كل 3 مرات بنفس الى تمام 100 ثم دعاء الفجر ثم يقول يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين 3 ثم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة ثم يأتي بأبيات الحبيب عبد الله الحداد يا قريب الفرج سالك تجلد الأقدار يا خفي اللطائف بيدك النفع والضار إلى آخرها وبعد صلاة الفريضة له أوراد كثيرة منها الورد اللطيف للحبيب عبد الله الحداد ثم بعد سنة الظهر القبلية يأتي بمئة من لا إله إلا الله الملك الحق المبين وبمئة من سبحان الله العظيم سرا وكان يؤخر صلاة العصر إلى وقت جلسة الروحة وتكون جلسة واحدة من صلاة العصر إلى صلاة العشاء منوعة بأنواع العبادة من صلاة وتلاوة القرآن وقراءة في الحديث وكتب التصوف وأذكار وصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم وهذا كل ليلة وزيادة ليلة الجمعة البردة والمضارية رزقنا الله وإياكم الاقتداء به وبأسلافنا الصالحين وكان رضي الله عنه آية من آيات الله في حفظ القرآن وإتقانه وقراءته على وجه الأكمل حتى قال بعضهم إن الحبيب جعفر إذا قد يقرأ كأن الحروف تخرج مجسمة وكان شيخه الحبيب محمد بن أحمد المحضار
إذا حضر الحبيب جعفر ما قدم أحدا غيره لإمامة الصلاة ويسميه بالقرآن ويقول له إذا جاء إلى عنده أهلا بالقرآن وأهلا بأهل القرآن وفي تسميته له بذلك مطابقة حسنة ومر صلى خلفه رضي الله عنه صلاة المغرب الحبيب الولي علوي بن علي الحبشي لما جاء إليه لزيارته في شهر ذي القعدة سنة 1372 قال الحبيب علوي ما استطعت أن أقرأ الفاتحة من الحضور الذي اعتراني عند قراءة الحبيب جعفر حتى إني قلت القائل بعدم وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في صلاة الجهرية وهذه مكاتبة من الحبيب محمد بن أحمد المحضار للحبيب جعفر بن شيخان الحمد لله المتجلي على قلوب خواص عباده الأبرار بالأسرار وبها ومنها أشرقت الأنوار التي لا يحجبها جدار لا كشمس النهار فإنها تحجبها الأستار بل كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار كمشكات الأخ والولد جعفر الذي كوكبه أزهر ومن سر والده سيد شيخان سرافه وإليه عبر وفي عوالمه ظهر وأنه أبر وما خفي أكثر ولا ذكر الله أكبر ولقد رأى بعض الصالحين المصطفى صلى الله عليه وسلم في صورة الحبيب جعفر منهم الحبيب الفاضل العالم العامل عبد القادر بن أحمد بالفقيه وهذه إشارة إلى أنه خليفة رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين آمين وكان رضي الله عنه صابراً على ما قضاه الله وقدر وحريصاً على كتمان البلاء والأذيات لا يكاد يظهر شكوى وكان أيام حياته كثيراً ما يوصي بالصبر بل بعد وفاته ولقد رآه ابنه الجد عبد الله والده الحبيب جعفر جالساً في ضريحه وأوصاله عليك بالصبر وكذلك الحبيب الكريم ذي قلب سليم صالح بن محسن الحامد قال رأيت ليلة الجمعة في 13 شوال بعد وفاة الحبيب جعفر بأربعة أشهر إلا أياما الأخ سالم بن عمر بن شيخان الحبشي آتاني في هيئة حسنة ومعه لوح فيه كتاب واضح بخط جميل وقام أمامي وقال لي شف هذا ورد الحبيب جعفر بن شيخان تفقده فجعلت أقرأ الورد المذكور وأكرره وغالبني الخشوع والبكاء حتى أيقظني أهلي من رفع صوتي بالبكاء فاستيقظت ونظرت الساعة فإذا هي ساعة واحد النصف الأخير من الليل فأخذت القلم وكتبت ورد المذكور لأني من تكرار له حفظته وهو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلني من الصابرين واجعلني من الذاكرين واجعلني من عبادك الصالحين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ولم يزل الحبيب جعفر على ذلك الحال إلى أن دعاه مولاه فلباه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فانتقل إلى رحمة المولى ظهر يوم الاثنين في 14 جمادي الآخرة سنة 1374 وصلى عليه إماما الحبيب الهمام أحمد بن غالب الحامد ولقد أرخ وفاته بالجمل جماعة
وأحسنها تاريخ الحبيب الفاضل أبو بكر بن محمد السجاف الملقب بن عمر أرخه بقوله أبو حافظ القرآن بجمعه 1374 ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. Diterjemahkan menakib Habib Ja'far oleh Hasan.